بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئا بدء أحيي شيخنا الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، أهلا وسهلا بقدومكم إلى هذه البلاد إندونيسيا، فأهلا ومرحبا شيخنا. حياكم الله ومرحبا بكم جميعا، وبلاد إندونيسيا أعتبرها بلادي، لأن هذه المرة هي الزيارة 23 إلى إندونيسيا. الله أكبر، ما شاء الله، على مدار 23 سنة. ما شاء الله، بارك الله فيكم، يبارك لنا ولكم في العلم النافع والعمل الصالح. آمين. نتقبل منا ومنكم جميعا. آمين. كيف حالكم؟ طيب يا شيخ؟ نحن بخير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدين والدنيا. كيف الأردن؟ الحمد لله، الأردن أبشركم ما شاء الله الدعوة فيها طيبة، الحمد لله، ونسأل الله المزيد من فضله وأن يصلح ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والهدى والتوفيق. آمين 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 آمين. فشيخنا، لا يخفى على شريف علمكم بأن هذا البلد يعني من الله عليها بكثرة عدد المسلمين وبالطبيعة لهذا الشعب التي هي مما تسهل الدعوة، وهي سرعة القبول لكل شيء، من الحق والباطل. الحق والباطل. فلا يخفى على شريف علمكم أن كذلك، بأن يعني من خلال تقريبا 10 سنوات الماضية انتشرت بيننا وسائل التواصل الاجتماعي، وقد طغت وبغت على أغلب الشعب، فرأى بعض الدعاة أن يستخدم هذه الوسائل، بينما يمتنع بعض الآخر من استخدامه، بل من استخدام ما هو أقدم وسيلة من هذه الوسائل، مثلا إنشاء الجمعيات الدعوية، أو مثلا الدعوة عن طريق الإذاعات وعن طريق القنوات الفضائية، وحتى عن طريق المجلات. يمتنع بعضهم من كتابة مقالات علمية في المجلات بحجة أنها يعني توضع في أماكن غير محترمة بخلاف الكتب. فماذا تنصحوننا؟ وهل هناك ضوابط في التعامل مع هذه الوسائل؟ جزاكم الله خيرا. أنا أسأل سؤالا واحدا. تفضل جميل. فأقول، هؤلاء الذين يمتنعون بسبب هذه الحجة، لو أنهم أرادوا أن يسافروا من بلد إلى بلد، سواء في القطار أو في الطائرة أو في غيرها من الوسائل، هل هذه الوسائل نقية كما هم يريدون، أم أن فيها وفيها؟ فيها وفيها لا شك. إذا كان فيها وفيها، لماذا لا يعتزلون ولا يمتنعون عن ذلك؟ جوابهم علينا جوابنا عليهم. الله. هذا أمر فرض على الناس، وأصبح يكاد يكون الهم الأول لهم. إذا استغللناه بما عندنا من خير وعندنا من حق، نحن ننقذ الناس، أو على الأقل نسدد طريقهم. فالاجتناب أو المجانبة للدخول في هذا الباب الحقيقة سلبية جدا. وأنا أذكر في بداية انتشار الإنترنت، نصحني أخ، وأنا كنت لا أقول على مثل هذا المذهب في الرفض، على مذهب الرافضة، لكن كنت قريبا منه، يعني أتمنى. فنصحني ناصح، قال أنصحك أن تدخل في هذا العالم لما فيه من فائدة. ففعلا دخلت، ففيه فوائد الحقيقة جليلة وكبيرة، لكن بالمقابل فيه سلبيات. صحيح. حتى الدواء الذي أنت تأكله أو تشربه علاجا، فيه فوائد وفيه سلبيات. ألا يقولون الأضرار الجانبية للدواء كذا وكذا وكذا؟ بلى. فعدم الخوض في هذه الأمور حقيقة سلبي. لكن هنا نقطة، أن هذه الأمور لا يدخلها المبتدئون، أعني لا يخوضون فيها. وبالتالي الذي يدخلها هو الإنسان ذو العلم والمعرفة والقدرة على التمييز، والقدرة على إعطاء ما هو الأفضل وما هو الأحسن للمدعوين بحسب ظروفهم. وحسن جدا أن يكون هناك تشاور بين الدعاء، على الأقل تشاور كلي. وأنا دائما أقول البلاد يختلف بعضها عن بعض. نعم. فمشاورة أهل السنة في إندونيسيا غير مشاورة أهل السنة في أوضاع الشام أو أوضاع مصر أو أوضاع السودان. فكل بلد لها ظروفها وحيثياتها. هذا بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي. وإذا
كان عندكم مزيد من السؤال أو الاستفسار أجبت. أما بالنسبة للجمعيات فأنا كتبت قريبا تعليقا في بعض الكتب تحت الطبع، قلت إنكار الجمعية لذاتها أمر لا يوافق شرعا ولا عقلا، لا يوافق شرعا ولا عقلا، وإلا كل مؤسسة بأي نوع من أنواعها هي مستنكرة. فالعبرة ليست بالاسم، أن تقول مؤسسة أو معهد أو جمعية أو مركز أو ليس هذا العبرة. صحيح. العبرة في المسلك الذي تسير عليه هذه الجمعية. فإذا كان مسلكا للسنة فنعمه، وإذا كان مسلكا للبدعة، لو أن أحدا اجتمعوا قالوا نحن نجتمع بغير جمعية، نجتمع بغير جمعية وبغير مركز، لكن سلكوا مسلكا حزبيا أو سلكوا مسلكا صوفيا، نحن لم ليس عندنا لا جمعية ولا مركز. ليست العبرة بالجمعية والمركز، هذا إطار، ولكن العبرة بماذا؟ العبرة بحقائق التطبيق داخل هذا الإطار. هل هي حق أم باطل؟ هل هي هدى أم ضلال؟ ولا يخفى عليكم الشيخ أن التعصب المذهبي والتحزب يومئذ قبل ظهور هذه الجمعيات والمؤسسات لم يكن هناك على التعصب الحزبي أو التحزب الجمعي، بل كان التحزب للأفراد. نعم، بل أنا أقول أحيانا التعصب للأفراد قد يفوق التعصب للجماعات في بعض الأحيان، هذا شيء يعني مشاهد ومرئي وكما يقال ملموس، ولا نريد أن نسمي الأسماء. طيب إذن هل هناك ضوابط يا شيخ تنصحون، الضوابط في استخدام هذه الوسائل؟ تعني الوسائل التواصل الاجتماعي؟ نحن ذكر أن يكون ذا علم وأن يكون بالتشاور، ذا علم وأن يكون بالتشاور، وأن يدخل الباب الذي فيه المصلحة الأرجح. هذه أهم ثلاثة ضوابط. قد يكون هناك ضوابط أخرى مع من خلال التشاور فيما بينكم، كما قلت لكل بلد ظروفها ظروفها. قد تكون في بعض المرات في بعض الظروف تقول نحن نمسك ولا نتدخل أفضل، خاصة هناك لوائح من قبل الحكومة أو أنظمة مفروضة على من استخدم هذه الوسائل يا شيخنا. طبعا نعم، يعني تدخل في هذا الباب لتفسد على نفسك أم لتقيم الحجة بتعليم الناس عليهم ولتكسب أجورهم. نعم، بعضنا يا شيخ في موضوع إنتاج فيديوهات مبثوثة في مثلا يوتيوب أو مواقع التواصل، قالوا أن إنتاج مثل هذه الفيديوهات جلب للناس لمشاهدة غيرها من فيديوهات، إما خليئة وإما الأفلام وإما هذه. وهل هؤلاء ينتظرون الفيديو الإسلامي حتى يدخلوا إلى الفيديوهات الشيطانية؟ لا، هذا كلام غير صحيح يا أخي، هذا قلب للواقع. هم داخلون بالعكس، أنت في إدخالك الفيديو الإسلامي في محاضرة أو علم أو فتوى أو مجلس أنت تأخذهم من ذلك الكلام. نعم. كم من إنسان هداه الله بكلمة يا أخي؟ صدق. كم من إنسان هداه الله بدرس علم سمعه فتأثر قلبه؟ لماذا نعكس الصورة؟ هذا قلب للحقيقة. الناس الآن غارقون في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفيديوهات وفي اليوتيوب وما أشبه، غارقون. نعم. أنت عندما تقدم لهم أنت تخفف الشر، لماذا تعكس الصورة؟ تقول الفيديو يدخلهم إلى، هذا غير صحيح. الفيديو يخرجهم ولا يدخلهم. يخرجهم ولا يدخلهم. نعم، صدقت. طيب في موضوع هناك مواضيع أو مسائل يا شيخ هي حساس، يحتاج إلى تفصيل وإلى كثير من البيان. بعض الناس ربما كتب عن هذه المسألة في وسائل التواصل الاجتماعي أو ربما تكلم في فيديو صغير قصير، فهو مقطع صغير فلتفي بالمقصود. فما هو الطريقة للتمييز بين المسائل التي يصلح لبثها عبر هذه الوسائل من المسائل التي لا تصلح؟ أنا أسألك سؤالا، كم كتاب ألف في علم التوحيد؟ كم كتاب ألف في علم الترغيب والترهيب؟ كم كتاب ألف في علم مصطلح الحديث؟ وأكثر ما في هذه الكتب متشابه متقارب، لكن كل عالم يؤلف كتابا بحسب
ما عنده من علم وبحسب ما يراه من حاجة المسلمين في الواقع الذي يعيشه. نعم. فهذه الصورة مثل هذه الصورة. أنت الآن أمامك في وسائل التواصل الاجتماعي، لو أنك تتكلم بكلمة واحدة أو مقطع واحد قد لا يكون له تأثير، لكن إذا تواصيتم فيما بينكم بصفتكم دعاة إلى الله وطلبة علم، أن نركز هذا الأسبوع على هذه المسألة، من جهتك تتكلم، من جهتي أتكلم، من جهة الثالث تتكلم، من جهة الخامس تتكلم، أسبوع 10 أيام أقل أكثر، وينشر ذلك، هذا يكون له وقع ويكون له أثر. أما لكن في بالمقابل صورة عكسية، هل يجب على كل طالب علم أن يدخل في كل موضوع؟ لا لا، هذه أيضا سلبية مضادة. بعض الناس يظن أنه لابد أن يتدخل في كل موضوع ويتكلم، ولا بد أن يتكلم في كل موضوع، ولا بد أن يكتب في، هذا غير صحيح يا أخي. أحيانا السكوت هو الحكمة، أحيانا السكوت هو الحكمة. لذلك في بعض الأحيان بعض الناس من الرعاع يقول لماذا أسكت العلماء؟ يا أخي لعل سكوتهم هو الحل، لأن كلامهم إذا وقع قد يزيد الفتنة، فهم أدرى. نعم العلماء بشر ويخطئون ويصيبون، لكن الأصل تحسين الظن بهم. صحيح. نعم الله أعلم. شيخنا لعل الإشكال يا شيخ لأن هذه الوسائل لا يمكن تحديد مستمعيها، أي واحد ممكن يدخل ويشاهد المقطع أو يستمع إلى المقطع الصوتي ويفهم بكيفه، ولا نستطيع نحن أن نصحح فهمهم. طيب أنا أسألك سؤالا، هذا الكلام نفسه يقال في الكتب ويقال في الرسائل ويقال في المقالات. لو أن إنسانا كتب مقالا في الجريدة، مسلم كتب مقال في الجريدة في قضية علمية أو فقهية، أو ألف كتابا، وهذا الكتاب تبيعه مكتبة من الكتب من مكاتب الكتب المتنوعة، هل تستطيع أن تجعل كل داخل لها يشتري كتابك هذا ويبقى دون بقية الكتب، وأنت تكون رقيبا على القارئ على عقله وقلبه؟ بل أنت تدرس، فلننتقل إلى كما يقال خطوة أخرى. واحد من هؤلاء الرافضة لهذا الأمر، مصطلح الرافضة هنا يعني اقتباس يعني وليس، أنا أسأله لو أن هذا الإنسان درس في مسجد مختلف فيها هذه متفق عليها؟ متفق عليها، متفق عليها. هل لابد كل جالس أن يفهم قصده في كلامه؟ هل هو على عقول الناس وقلوبهم؟ ما يقال هنا يقال هناك سواء بسواء. أنت لا تضمن عقول الناس ومفاهيمهم من كلامك ومن قصدك. أنت تؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك، سواء في المحاضرة أو في المقال أو في الكتاب أو في اليوتيوب أو في غيرها. فهذا تحجير على العلم ودعاته. يعني أهم شيء نحن نقول أنت أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك واطلب الهداية لنفسك وللآخرين. أما لست أنت موكلا بعقولهم يا أخي، ولست موكلا على قلوبهم أن يفقهوا ما تريد. لكن ما كيف نوفق بين هذه وبين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، ويعني نهي ابن عبد الرحمن بن عوف لأمير المؤمنين عمر لا تفعل لأمير، فإن الموسم يجمع رياء الناس وغضاءهم، لكن أمهل حتى تكتب المدينة، الحديث المعروف. نعم معروف. عليكم أنا سألك سؤالا، هذا الحديث والحديث الآخر والنزل عليه ثالثا ورابعا وخامسا، هل هي أصل أم استثناء؟ استثناء. ما أدري والله. لا هي استثناء. استثناء. لأن الأصل الدعوة للعموم، والأصل الدعوة عامة، والأصل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم، هل يقول أنتم اجلسوا هنا وأنتم اجلسوا هنا، أنتم تفهمون درجة أولى وهؤلاء يفهمون درجة ثانية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم الجميع، لكن أحيانا في أمور يغلب على الظن أنها لن تفهم على وجهها وأنها قد يساء فهمها، هذا استثناء وليس أصلا. ومع ذلك حديث عمر الذي ذكرته، هل ظل ساكتا عنه إلى يوم القيامة أم بلغه فيما بعد؟ بلغه. إذن سقطت الحجية. حديث معاذ. سقط حديث معاذ، سقطت الحجية. إذن سقطت الحجية. لعلها بعد أن رأى أن الناس يعني استقر. إذن رجعنا إلى تقدير الظرف، وهذا تقدير الظرف نحن ذكرناه في أول الأمر اجتهادي وبينا قد. ومع ذلك حتى تقدير الظرف كما قال أخونا الكريم، قد ترى شيئا لا أراه، قد أقدر شيئا لم تقدره. صدق. هذا مما أنا نتناصح فيه،
ما نتناصح فيه ونتواصل فيه بالحق والصبر حتى نلتقي على كلمة سواء. نعم. بارك الله إليكم شيخ. شيخ العلم موضوع ثاني، أن يعني بعض الناس يستنكر على بعض الدعاء اجتماعهم على مثلا على هيئة أو على لجنة لإصدار فتوى، فيقول هذا يعني ليس من صلاحية أفراد الناس وإنما هي من صلاحية الحكومة. طب وإذا الحكومة سمحت، إذا الحكومة سمحت بهذا صلاحية من صارت؟ يعني إذا وكلت الحكومة الصلاحية للناس والناس هؤلاء أكفاء، ناس طلبة علم مشهود لهم، قدموا الدكتوراه ولهم سابقة في السنة والمعرفة، بغض النظر هو لازم في كل بلد أن يكون هنالك لجنة كبار علماء؟ ليس كذلك. حتى لجان كبار العلماء أحيانا لا يكونون كبار علماء يا أخي، فلكن صراحة تكون قضية وجاهة، قضية جاه، وهذا موجود، انظر في بعض البلاد ترى ذلك جليا. نعم. لا يجوز أن نفهم الأمور من زاوية ضيقة، ولا يجوز بالمقابل أن نوسعها بحيث تشمل الجميع. لا مانع، يعني نحن الآن نجلس نتكلم في الشريعة ونجتهد فيها ونتكلم فيما نعرفه ونعلمه، من ذا عاقل أو مجنون يقول اجتماعكم هذا غير صحيح، أو اجتماعكم هذا بدعة، أو اجتماعكم هذا انحراف؟ ونحن ثلاثة، لو جاء لنا رابع هل يصبح للانحراف بأربعة؟ لو جاء لنا عاشر هل يصبح للانحراف لأننا عشرة؟ الاجتماع الثاني فما فوق، ينظر ماذا نتكلم، هل عندنا الأهلية أم لا، هنا البحث. فمثل هذه الاعتراضات الحقيقة أنا أعتبرها سوء فهم للشريعة وعدم تطبيق للشريعة. لو كان هنالك تطبيق صحيح للشرع الحكيم لما حصل هذا. ثم انظر يا أخي الناتج عن هذا اللقاء، هل هو ناتج صحيح أم غير صحيح؟ إذا كان ناتجا صحيحا فأحمد الله، إذا لم يكن صحيحا قدم النصيحة. لماذا أنتم تغلقون أبواب النصيحة بينكم وبين الآخرين، وهؤلاء الآخرون ليسوا من ملة أخرى ولا من مذهب آخر، أنتم وهم معظمون للكتاب والسنة، معظمون لعقيدة السلف، معظمون لمنهج السلف. الأصل أن تكون الطرق كما يقال سالكة فيما بينكم والأبواب مفتحة. أما هذه الطريقة، طريقة الإنكار، الإنكار، الإنكار بدون مناصحة، بدون تواصل الحق والصبر، بدون ذكرى وتذكير، هذا من السلبي بمكان. طيب يا شيخنا، في موضوع حساس أراه، وهو أن التحاسد والتباغض بين الناس أمر واقع ولا يسلم منه إلا من رحمه الله، حتى بين أهل العلم وطلبة العلم، فالتحاسد حاصل كما هو معروف في التاريخ. فما نصيحتكم في مثل هذه الحالة لاجتناب مثل هذه الأمور؟ الأمور النفسانية لا يمكن حلها ولا يمكن الإرشاد إليها إلا بالذكرى، كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وأن يدعو الإنسان ربه أن يقيه شر نفسه وسيئة عمله، وأن يعيذه من هذه الأخلاق الرديئة التي تفسد عليه دينه ودنياه. أما هل تستطيع أن تتهم كل مخالف لك بأنه حاسد؟ لا تستطيع، أو أنه يغار منك، أو أنه يسيء الظن بك. إذا اتهمته أنه يسيء الظن بك فأنت أسأت الظن به. صدق. هذه بتلك. لذلك نحن لا نعامل الناس على بواطنهم، وإنما نعاملهم على ما يظهر لنا منهم، صواب أو خطأ، نقول هذا صواب أو خطأ، ولا نستطيع أن نقول أنت مندس لا سمح الله، أو أنت مغرور، أو أنت متحاسد أو حسود، حتى لو كان ذلك يعني عندك شعور أو قرائن معينة، ما لك ولباطنه، اجعل أمرك متعلقا بالظاهر، أما البواطن فهي بيد رب العالمين يا أخي. لذلك نحن في خطبة الحاجة ماذا نقول؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، شر النفس موقع بسيء العمل، وشرور النفس تشمل الحسد وتشمل التباغض وتشمل سوء الظن وتشمل الريبة وتشمل كل هذه الأخلاق الرديئة. نعم. الله أكبر، الله أكبر، أحسن الله إليكم شيخنا، وأنتم كذلك، الله فيكم وتزيدكم خيرا على هذه الكلمات. آمين. نسأل الله ذلك نصيحة لكم نافعة يا شيخنا، وهذه والله يعني من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر،
ولي كلمة يعني إذا أذنتم أن أقولها. تفضل. هذه مناسبة مناسبة أن أذكر فيها إخواني طلبة العلم والأساتذة الأفاضل والدعاء الكرام في هذه البلاد الطيبة المباركة المسلمة أن يتآلفوا أكثر وأن يأتلفوا أكثر وأن ينبذوا الخلافات التي أكثرها إما نفسي وإما على الجهل مبني. الله أكبر. أو عدم اعتبار الوقائع أو الاعتذار عن المسائل أو اجتهاديات المسائل. لماذا لا نجعل أيدينا مبسوطة؟ رب العالمين قال لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وهم كفار، فمن باب أولى أن يكون ذلك بيننا. وأنا على يقين أن أكثر المسائل، إن لم أقل كل المسائل ولكن أتحفظ فأقول أكثر المسائل بين الدعاة السلفيين، والله ليس فيها مسألة توجب الفرقة أو توجب الانشقاق إنجاز التعبير أو توجب ويلزم منها التفتت والتشتت، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بينكم. كلها تحريش وتهويش، ما أنزل الله بمن سلطان، ثم ترانا نتستر خلفها ونتترس بها من أجل الاستقلالية الذاتية التي هي مرض. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. وكما قلت، أنا لا أتهم أحدا بالمرض، لكن المرض موجود شيء ما بينه، قد يكون في، قد يكون في، قد يكون في الثالث، قد يكون في الرابع. أكرر: بل الإنسان على نفسه بصيرة ورقة معذرة. تريد أن تخطئ فلانا، خطئه بالعلم والحلم والرحمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما أن تخطئه لتبدعه، أن تخطئه لتجرحه، أن تخطئه لتفرض رأيك، هذا ليس من الدين وليس من الهدى وليس من العلماء. هذه تواريخ العلم ومؤلفات العلماء بين أيدينا. أعطيني صورة واحدة تشبه هذه الصورة التي نراها اليوم تكثر وتتكاثر وللأسف بين بعض السلفيين، وإن كنت أحمد الله أنها تضاءلت في هذه السنوات الأخيرة، تضاءلت كثيرا، ونرجو الله أن يذهبها إلى ما لا رجعة، لأنها فتتت الكلمة وشتتت الدعاء. الله. نريد للدعوة السلفية أن تبقى كما كانت في عصر أئمتنا وعلمائنا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، ماتوا رحمهم الله والكلمة واحدة. صح. وإن اختلفوا في مسائل العلم، هل الألباني وابن باز والعثيمين متفقون في كل فتوى؟ لا. أو في كل رأي؟ لكنهم كانوا يحترمون بعضهم ويجلون بعضهم ويعذر بعضهم بعضا مع التناصح إذا أمكن، وخاصة أنها مسائل علمية الخلاف فيها قديم وحاضر ومستقبلي. إذ لم تنتهي هذه المسائل في عصر الأئمة الكبار، لن تنتهي في عصور من بعدهم من طلبة العلم أو أهل العلم ممن هم دونهم، ولا أحد منهم يخرج مخالفه من المنهج. وهذا قلنا، أنا قلنا هذا تاريخ العلم. أعطوني مثالا واحدا في هذا المعنى. قد يعطي بعض منهم صورا، لكنها تكون صور مغلوطة، تكون صورا مغلوطة، لأنهم لم يفرقوا بين البدع الصغرى والبدع الكبرى. لم يفرقوا بين من يجب هجره من المبتدع ومن يجب نصحه من المبتدعة. وهل البدعة كلها درجة واحدة؟ لا. وهل المبتدعة كلهم درجات واحدة؟ لا. كم من واحد سلفي هو الآن كان قديما صوفيا أو حزبيا أو حركيا أو تبليغيا، ثم هداه الله بكلمة أو بنصيحة قدمها له أخ من إخوانه. يعني أنت مقبول أن تكون مبتدعا ثم تصبح سلفيا، وغيرك غير مقبول أنه كان كذا وصار كذا؟ هذه قسمة ضيزة. الله. نعم. تزيد بخير على هذه الكلمة النافعة. آمين. وأنتم كذلك، بارك الله فيكم. والحمد لله، ونشكر فضيلة الشيخ على ما يعني أبدى لنا من نصائحه وإرشاداته، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. آمين. ويزيدنا علما نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر فضيلة الدكتور محمد عارف البدري على كذلك مداخلاته النافعة، ونشكر المشاهدين الكرام وكل من قام بتسجيل هذه الجلسة النافعة المباركة. نسأل الله أن يكتب لنا هذا، أن يجعل هذه الجلسة
وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدوري أشكر فتوى تي في وأشكر الإخوة القائمين عليها وأشكر الإخوة الداعمين لها المناصرين لها، وأشكركما على هذا اللقاء الطيب المبارك الذي فيه إن شاء الله مصلحة الدعوة والدعاء في ضوء الشريعة وفي ضوء الدلائل والنصوص وفي ضوء سير العلماء، عسى أن تكون إن شاء الله فاتحة خير لكثير من الذين ذهبوا إلى بنيات الطريق، والله الهادي إلى سواء السبيل لنا ولهم ولكم ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.